قررت وزارة الداخلية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو مد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين إضافيين ليتمكن المواطنون من تلبية متطلبات واحتياجاتهم من مختلف أنواع السلح بالتخفيضات المعلن عنها. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60%. وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو، قررت الوزارة مد فعاليات المبادرة شهرين إضافيين ليتمكن المواطنون من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. وتتوفر السلع في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها ب 28 سلسلة تجارية كبرى، يصل عدد أفرعها إلى 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية وبجودة عالية، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة الوصول إليها، إضافة إلى 4 معارض رئيسية يشارك فيها كبار التجار والموردين بسلع متنوعة. أنا بشكر سيادة الرئيس إن هو مدينا مساحة إن إحنا على الأقل نقدر نساعد ولو بحاجة بسيطة، وإن شاء الله نقدر يعني بأقل الموجود وبأكتر حاجة نقدر نقدمها إن إحنا نشيل بس شوية من على الكاهل المواطن المصري. إحنا مستمرين في بادرة كلنا واحد بتوفير كافة السلع اللي يحتاجها المواطن بتخفيضات تصل ل 60%. فاجئت أصلا من الأسعار اللي والخصومات اللي معروضة، تقريبا أكتر من 50% أو أكتر من أو أقل من نص قيمتها الفعلية. والله مبادرة كلنا واحد الأسعار مختلفة شوية عن أسعار السوق، فأنا برشح للناس إن أي مكان فيه مبادرة كلنا واحد يروحوا ليه أفضل. وقد أشاد المواطنون بمبادرة وزارة الداخلية ودورها الإنساني والاجتماعي في تخفيف الأعباء عنهم. مبادرة كلنا واحد خلتني قادرة ان انا اشتري حاجات كتير باسعار كويسة ووفرت احتياجات كتير كانت ناقصة في السوق، فقدرت ان انا حاجات ما كنتش بلاقيها لقيتها واشتريتها وجبت كميات يعني احسن من الاول عشان الاسعار افضل يعني، فحسيت بفرق. مبادرة كويسة جدا وياريت تتعمم في حاجات تانية كتير برضو الشعب محتاجها زي المواد الغذائية، تبقى في حاجات تانية برضو يتعمل عليها مبادرات يبقى حاجة كويسة قوي. المبادرة خليت الحاجة ترجع شوية للأسعار اللي كانت قبل كده. وفي السياق ذاته وفي إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد بتوفير سلع بجودة عالية وتخفيضات كبيرة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. ولمزيد من تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً بنسبة تخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق.